شو جابنا لهون نحن؟ جوابي هو جوا ماجد، تع. نيفين خانم ما بعرف شو عم تساوي. هالبنت والله غريبة وما عم بفهمها. والله بلشت حب هالبنت. شو مصابك؟ هالبنت ما أنا سهلة بنوب. عم بتحاول تحسس ماجد ونريمان إنها صارت كتير منيحة معهم هلا. ويلي عم بتخبيه مختلف. عجبك الجو؟ وقت تقولي نحن شو عم نعمل هون ممكن رد. والله هي هدية عرسك أنت ونريمان ماجد. هون حابة ساوي لكم عرسكم وبدي اتحمل كل المصاريف، وطبعا بما فيها الزفة والضيافة. بتمنى تكون هالهدية على ذوقك. ما حسيت المفاجأة عجبتك؟ دورت كتير وسألت بس بصراحة ما لقيت أحلى من هالصالة لهالمناسبة. لوين بدك تصلي؟ لطفولتي اللي راحت مني ومنك وانظلمت بهالحب ماجد. أنا بدي ماجد رفيق الطفولة، هذا اللي بدي أوصل. نحن حجزنا مكان للعرس، لهيك ما فيني أقبل هديتك. هالمكان وين؟ مو هون أكيد. طيب بس ممكن تساووه هون؟ مستحيل. اسمع ماجد، لحتى وصلتوا لهون تحملت أنت وياها كتير قصص. يعني بعرف أنت بوقت ما حبيتها ما كنت طايقتها لناريمان وما كنت مجبورة أني حبها، بس كنت بتعرف وضعي وهلأ كل شي تغير. هالمكان بعتبر أني قدمته هدية إلك ماجد، ولو سمحت ما تخجلني أبداً وحاول توثق فيني. ماني واثق فيكي بنوب. رح نضلنا عم نطلع كل يوم ببعضنا بالشركة بكرة ماجد، لو سمحت ما تزيد هالفجوة بيناتنا. ما فيني أقبلني فين ماجد. ليش؟ أنا ما فيني أعمل أكتر. بتخاف حد سم بالجاتو ولا شي لغم بالصالة؟ بشو عم بتفكر؟ رح تشوف إنه ناريمان رح تحبه لهالمكان. لو سمحت ممكن تمنحني هالفرصة وبعدين اعملي اللي بدك اياه. تعي فخرية تعي، ما شاء الله عمتي ما خلت شي ما اشترت لي. ايه ما شاء الله، يعني مو تاركة شي ما اشتريتي ليا؟ ايه بتعرفي والله اذا ما جابت لك هيك جهاز يمكن يفضحوا الجيران بالحارة. شو اللي بايدك خالتي نوران؟ هي بقى بحطوها بواعي العريس مع البقجة. وهي ماجد رح يلبسها معقول؟ يي ليش لحتى ما يلبسها؟ بيجامة بتتلبس لملك، هي حبيبتي. وهاد معقول لماجد؟ ناريمان يعني انت موافقة على موضوع البقجة وما عندك مانع خلاص؟ ما فيني فخرية، هي هيك بدها، مو مشكلة خليها تساوي. يا الله منك خالته نوران، موتيني ضحك. ليكي حبيبتي البنت مو حلوة ما تطالع معها شي لعريسة بالجهاز. ليكو هاي البيجامة هون، وهلأ بحط هالبرنوس هون، حتى المناشف حطيتن كمان الجهاز. يا خالتو اسمعيني، انتو نزلتوا تشتروا جهاز ولا تلبسوا ماجد بيجامة من عصر الفيل؟ اشتري له شي شغلة ينبسط فيها أحسن من حكيك هذا الفاضي. هس قلت الترباية. هاي هي العادات، أم العريس هي اللي رح تحضر هالقصص. أريش خانو؟ أريش خانو هي اللي رح تختار لك الدانتيل والغير شكل. معليش المفروض الواحد يقدم اللي بيقدر عليه، لسه شحاطة. ناريمان شو هالنسوة هاي؟ دوري معي لنكون نسيناها بشي محل. أتاري الشحاطة كمان مهمة، لازم ندور عليها وإلا بتصير مصيبة. هس والله لولا العيب والحياة رح اشلحها واضربك فيها يا فخرية. العريس رح يسألك عن شحاطته؟ عريسي ما بيهمه فخرية، ماجد غير حبيبي. حياتي وينك انتي؟ أنا بالبيت مع عمتي وفخرية، كنا هلأ بالسوق عم نجيب جهاز العرس. لازم شوفك ضروري، في موضوع مهم من شان العرس تبعنا. بس ماجد يعني لشو هالعجلة؟ كتير صعب. يا روحي القصة بخصوص العرس قلتلك، أنا بصراحة مشتاق شوفك. طيب رح شوف عمتي شو بتقلي. هذا ماجد بده يعني انزل شوفه مشان تحضيراتنا للعرس، شو قله؟ ما في مانع، روحي لا تتأخري. ناريمان احكي بقصة السكن مو تنسي. ايه تمام،
طيب حبيبي، وين حنلتقى؟ بأي مكان؟ ايه تمام، يلا لكان بشوفك. أنا ماشية. ايه؟ الله معك روحي، ولك هي مو هيك. هي المرأة أكيد يا مجنونة يا في بمخها شي غريب عن جد، لكن مو حرام تفتري على أختك بهالطريقة؟ خلص اهدي لو سمحتي، كل الناس بتعرف نحن شو، حتى القاضي ما كان مصدق شو عم تقول. ولك يا ريت أخذ حبسة وريحنا شوي من خلقتها. قال شو؟ آسيا وجهاد. والله بجد هالمخلوقة ما بتخاف الله أبدا. هلأ الجيران بيسمعونا، يلا خلينا نفوت. خالتي روقي بقى، أنا بدي روح. وأنا كمان، وقف يلا. يلا والله ليك أمك عندها حق، لو ما كنا بالمحكمة صدقني كنت ساعتها بجد موتها بأرضها. ونحن شو منستفيد؟ أنت بتعرفها صرت بلا ترباية. العمى عن جد ما بتخاف الله بنوب هالمخلوقة؟ شلون الله بده يوفقها يا نوران؟ هالقميص بهديه لماجد، حطي له اياه، شو رايك؟ من عيوني اخي، اصلا ذوقك حلو، من صغري بحب البوبلين. هذا من سوق محمود باشا، حلو كثير ما هيك؟ ايه بتعرف انا ناقصني كم غرض، لهيك بدي ارجع على المحل. ناريمان دق لماجد لحتى يلتقوا ويتفقوا على مكان العرس. يلا انا طالعه هلا. ايه موفقه نوران. ماجد، في عنا شغل كتير وحاسة إنه عم نضيع وقت بالتمشاية هاي. قول شو كنت بدك مني؟ شو رأيك نعود؟ مو بدك نحكي من شان تحضيرات العرس؟ ايه أنا وعمتي اليوم تسوقنا بالسوق، حتى جبنا لك معنا برنوس وشغلات تانية. برنوس؟ شكراً لكم. طيب شو فينا نرتب ونعمل من شان الحفلة؟ ماجد نحن ما حكينا وين بدنا نسكن. السكن وين حيكون؟ محل مو أنا ساكن، بيت نادر بيك. ايه بس الأحسن أنه نضل مع أمك بالبيت. دخيله المزوق ما أحلى. يعني هي أمك والمفروض نكون معها نحن، مزبوط؟ طبعاً إذا أنت رايد. أنا رايد أني يكون معك وين ما بتحبي. ناريمان، أنا في شي رح أقوله بدي توافقي عليه بخصوص العرس. لا، شو ما قلتي لي أنا راضية. بصراحة نيفين بدها تتصالح معنا وتقدم لنا هدية ليوم عرسنا. منا لنيفين؟ انتي ليش اجيتي لهون؟ عندي موضوع مهم لازم ناقشه معك. ما عندي رغبة شو ما كان هالموضوع. صدقني أنا جاية هلأ بنية الخير، ما رح ضايق حضرتك بنوب.